في البداية خلينا نتكلم عن خطة الدولة في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية. احنا بنتكلم عن يعني خطة واضحة، ومن أهمها بالتأكيد محصول القمح. هذه خطة واضحة بشكل كبير ولا تخطئها العين. وأذكر على سبيل المثال أنه إبان افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح في شرق العوينات منذ عدة أشهر، تم الإعلان عن إضافة 90,000 فدان قمح في مشروع الدلتا الجديدة و 200,000 فدان قمح في مشروع تشكر خير. مئات الآلاف الأفدنة من القمح في المشروعات القومية الكبرى التي أشرتم إليها في تقريركم الشامل، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف قليلة المكث في التربة، قليلة في استهلاك الموارد المائية، متحملة للإجهاد البيئي وارتفاعات درجات الحرارة، فضلا عن أن إنتاجيتها مرتفعة بشكل كبير. كل تلك الجهود جنبا إلى جنب مع تطوير المعاملات الزراعية نفسها وتطوير أساليب الزراعة نفسها، منها على سبيل المثال زراعة القمح على مصاطب والحرز تحت التربة وإضافة الجبس الزراعي، كل تلك المعاملات تعمل على زيادة الإنتاج من المحصول الاستراتيجي الأول في مصر وهو مشروع القمح، فضلا عن إضافة الطاقات التخزينية الضخمة التي كانت لا تتجاوز 1.2 مليون طن عام 2014، الآن نستهدف 5.5 مليون طن طاقة تخزينية حتى يمكننا توفير مخزون استراتيجي آمن يكفي لستة أشهر. نعم، خلينا كمان نتكلم عن استصلاح الأراضي. بنتكلم بالأرقام عن استصلاح 470,000 فدان في وسط وشمال سيناء في هذه المنطقة. كلمنا عن أهمية استصلاح الأراضي. ذلك في غاية الأهمية أستاذ هشام، أمر حيوي جدا. شمال ووسط سيناء الحبيبة بالفعل في حدود 500,000 فدان استصلاح واستزراع أراضي، وتم استخدام مياه الري من خلال إعادة تصوير إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ومحطتين كبريتين للمياه، محطة المحسمة وبحر البقر، اللتين حصلتا على جوائز دولية في هذا السياق، فضلا عن مشاريع لتوطين البدو في وسط سيناء في قرى مجمعة ومجمعات زراعية كبيرة يتم إنشائها. استصلاح الأراضي واستزراع الأراضي مشروع تشكى الخير، 500,000 فدان يستهدف أن يزاد إلى 1,100,000 فدان بشكل كبير، مع أكبر مزرعة للتمور في الشرق الأوسط 2.5 مليون نخلة، ومصنع لتحويل جريد النخل إلى خشب، ومصنع لتجهيز التمور إما للسوق المحلي أو للتصدير وتغليفها. مشروع الدلتا الجديدة في إطاره مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان في إطار 2.2 مليون فدان مشروع الدلتا الجديدة، ويقع بالقرب من محور رود الفرج الضبعة، وبه مجمعات صناعية زراعية وصوامع ومحطات للتجهيز ومصانع للتبيئة والتغليف والتجهيز الخضر والفاكهة. إنجازات كبيرة في هذا السياق في هذا الحقيقة. طيب احنا اتكلمنا عن استصلاح الأراضي، ولكن في هذه المنطقة تحديدا وسط وجنوب سيناء، ما الذي يميز هذه المنطقة؟ منطقة سيناء منطقة فريدة، والفرورة النباتية للمشاهد الكريم، وهي عبارة عن التنوع النباتي من أصناف النباتات، منها أصناف يعني تنتج إلهيا بدون زراعة حتى، وأكبر تجمع للنباتات الطبية والعطرية في شمال ووسط سيناء، وفضلا عن محاصيل الزيتون والتين ومحاصيل المناطق الصحراوية، وبالإنتاج الحيواني الإبل والمكترات الصغيرة من الأغنام والماعز. سيناء كنز استراتيجي لمصر، والدولة أولتها اهتمام كبير وضخت مئات المليارات من الجنيهات بالاستثمار في تلك المنطقة الحبيبة إلى قلب مصر، وهي في غاية الأهمية بالنشاط الزراعي بشكل كبير والاستزراع السمكي في بحيرة البردويل،
أنقى ويعني أنقى المياه الموجودة في البحيرات المصرية. طيب لو اتكلمنا دكتور أشرف، لو اتكلمنا عن الأساليب الجديدة في الزراعة، في أيضا استثمار كبير بيتم في الأساليب الجديدة، الأساليب العلمية الحديثة، كلمنا عن ده. هذا في غاية الأهمية، والتكنولوجيا هي كلمة السر للتطور والاندفاع إلى الأمام بشكل كبير. منها على سبيل المثال فيما يتعلق بالري، أساليب الري الحديثة من ري بالرش وري محوري وري بالتنقيط، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأصناف، مختلف الأصناف من النباتات، والتكنولوجيا الهندسية باستخدام الكومباين في الحصادات ومختلف الآلات الزراعية، تطور كبير في هذا المجال. ولدينا المراكز المجمعة الزراعية الجديدة بها مراكز للهندسة الزراعية وبها مراكز توفر الآلات الزراعية للمزارعين بشكل كبير. بخصوص المزارعين أيضا، في تدريب بيتم للمزارعين، في توعية من خلال المراكز اللي موجودة في كل المحافظات، كلمنا عن ما يتم أيضا مع المزارعين. ذلك أمر في غاية الأهمية، ودور الإرشاد الزراعي هنا في غاية الأهمية، ويقوم من خلال محورين، إما الإرشاد التقليدي من خلال أيام الحقل التي تتم والمدارس الحقلية التي يتم فيها عرض التجارب الناجحة للرواد من المزارعين أنفسهم، وبالتالي يرى المزارع بنفسه النتائج التي وصل إليها مزارع آخر جار له أو زميل له أو قريب له، وبالتالي تكون تلك النتائج مؤثرة جدا على ممارسات التي يقوم بها المزارعين. ذلك جنبا إلى جنب مع الإرشاد الحديث من خلال الأساليب الرقمية، من خلال الهاتف الخلوي، ومن خلال تطبيق هدهد الذي يقوم بتوصيل جميع التقنيات الحديثة وجميع المعاملات التي توصي بها المراكز البحثية إلى المزارعين في الوقت المناسب. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا على وجودك معنا وكل هذه المعلومات المتعلقة بالتطور في قطاع الزراعة.